يكسر الجمود في هذه المجموعة. كل فريق بكل تأكيد يريد حصد الثلاثة نقاط. أيضا الأخضر اللي كانت بداية قوية جدا الآن في الترتيب الثاني ب 45 نقطة، لغة الانتصارات بعد الفوز المهم على فريق الهلال. هذه كرة من أنس المصراتي، محاولة ولكن المغربي معه في التغطية. معتز في منتصف الملعب، لعب الكرة برا رجل، هذه كرة ملعوبة بينية ولكن خروج موفق للحارس حسام مبيا. سمير شمام مدرب فريق الأخضر، أمام نطالق ثابت مدرب فريق الهلال. أكيد عندما يتحرك فيصل بدر يتحرك فريق الهلال. عند الصعيد، الصعيد يمر يتوغل، الصعيد الصعيد فرصة، فرصة طارق الصعيد، وحكم برا يشير استرد اللاعب. لا وجود ركلة جزاء في اللقطة الماضية، هذه الكرة الأخيرة وتوغل اللاعب فريق الهلال طارق الصعيدي، ولكن علاقة معتز بالله، معتز ولكن التغطية حاضرة كانت من مدافع فريق الهلال مصطفى حمزة. ترجع كرة من جديد في منتصف الملعب، انطلاق هلالية والكونتر اتاك، هذه كرة بلمس طارق الصعيدي أمام مساحة، طارق الصعيدي يستلم الكرة واحد على واحد، يمر لا كابيتانو عبد الرحمن العمامي. عبد الرحمن العمامي في تنفيذ الخطأ، كل لاعبي فريق الأخضر في منطقة جزاء فريق الهلال. وأمامنا التنفيذ، هذه كرة ملعوبة مرت من الجميع ولكن أقرب لمن؟ عبد الرحمن يلحق الكرة أم لا؟ المستوى كان متوسط في هذه المباراة، السيطرة النسبية كانت لفريق الهلال. الهلال تحصل على فرصة واحدة كانت خطيرة القائمة. أمامنا المدرب التونسي سمير شمام، أكيد التعليمات غير راضية، أكيد المستوى فريقة في هذه الدقائق الماضية الرهان قوي جدا. أمامنا فيصل البدري، أي بعض اللقطات من هذه المباراة كما قلت الرهان كبير جدا، لا مجال للتفريط في النقاط. سمير شمام أكيد يعرف ذلك جيدا، وأيضا طارق ثابت في الجهة المقابلة يعرف ذلك جيدا. التفريط في النقاط يعني تأزم الوضع في الأسابيع المتبقية، هي ثلاث أسابيع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، نلعب في الأسبوع 19، أمامنا مباراة الأسبوع 20 والواحد وعشرين والأسبوع الثاني والعشرين، والفريقان بكل تأكيد لديهما طموح كبير للذهاب إلى مربع الذهبي في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. وهذه الإعادة للقطة طارق الصعيدي، قام الكرة بتسديدة بالرجل اليسرى اللي مرت كورته إلى خارج الملعب مرتين في ظرف دقيقة واحدة. إذن الأخضر بدأ في التهديد مرمى فريق الهلال. هذه الكرة اللي مرت بجوار القائم كاد أن يعلن عن أول أهداف اللقاء، وتعلن الأفراح هناك في مدينة البيضاء لجماهير الخضراء. أكيد فريق الأخضر ترجع كرة عند التجوري، تجوري بالمهارة، شوف المهارة للتجوري، خلي كرة عند رطيبة، رطيبة يا لف اللقاء. إذن أنس المصراتي يظهر ويبان، أنس المصراتي عليك الأمان في نهاية الشوط الأول. لم نشاهد أنس المصراتي إلا في هذه الكرة مثل النحلة، أنس المصراتي يلدغ. شوف أنس المصراتي لعب الكرة العارضة، منعت أنس المصراتي من إحراز أول أهدافه في هذه المباراة، أولى في العارضة، الثانية بجانب القائم، الثالثة أين يا أنس المصراتي؟ هل تكون الثالثة ثابتة؟ الهلال يبدأ بداية قوية في هذا الشوط الثاني. الأول ويضيع هذا الأول، يضيع الهدف الأول عن طريق طارق الصعيدي. جدال المصراتي بالمهارة، يمر المصراتي توغل، المصراتي يلعب الكرة بشكل بصعوبة، ولكن محمد عبد السلام يمر رملة، محمد عبد السلام يمكن التسديد ولكن يدخل، يمر الشوشان يلعب الكرة بالعرض مرت من دقيقة ونصف تفصلنا عن نهاية هذه المقابلة. تمشي كرة عند البدري والتدخل من الشوشان والبطاقة الصفراء أمامية، والبحث دائما عن الفيتور والمصراتي، وخطا وركله حره بس لصالح فريق الهلال. هل يظفر فريق الهلال بالثلاثه نقاط ام يعود فريق الاخضر بنقطه الى البيضاء؟ اقل من 20 ثانيه، هل نشاهد هدف ام تنتهي القمه بالتعادل السلبي بدون اهداف؟ فيصل البدري في التنفيذ، فيصل ولكن التصدي، والكرة ما زالت خطيرة في مرة أولى وثانية. الفيتوري خلي كرة في اللعب، الكرة ما زالت، هو جول لفريق الهلال يفعلها. كرة من فيصل البدري، قلت أن هي خطيرة. هل يطفر الهلال بالثلاثة نقاط أو يرجع فريق الأخضر بنقطة؟ الفيتوري في التهيئة، اشكربة في مرة أولى، من يقوم بالتسديد؟ من صاحب الهدف؟ هو مجد رطيبة. رطيبة كلمة السر في هذه القمة، قمة الجولة 19 كان فيها رطيبة هو كلمة السر
ليظفر فريق الهلال بثلاثة نقاط، وينجح فريق الهلال بكسب ثلاثة نقاط مهمة ترفع رصيده إلى 45 نقطة ليتساوى مع فريق الأخضر. شوف الإعادة، هذه مرة أولى، مرة ثانية الكرة تحب الهلال ودخلت الكرة الشباك مرمى الحارس رضوان توفيق. إذن هدف لفريق الأخضر الهلال في مرة أولى. الاستبسال كان من لاعبي فريق الهلال في اللقطات، واللاعب رقم 28 صاحب الهدف هو مصطفى حمزة. إذن كلمة السر هذه المباراة مصطفى حمزة.